يبارزه بسيف الوقت وينافسه بطموح يفوق طموحه. لقاح أكسفورد أسترازينيكا قد يفوز أمام فيروس كورونا بأوجهه المتعددة. المملكة المتحدة التي طورته في جامعتها أكسفورد تعلن ترخيصه ليتسرب مع الأمل لأوردة ملايين البريطانيين. مهدت له وكالة تنظيم الأدوية وقالت اللقاح آمن وفعال. وزير الصحة البريطاني قال إنه على ثقة تامة بأن هذا الربيع سيزهر ليزيح كورونا، خريف طال عمره. المستشفيات في كل أنحاء البلاد جاهزة لبدء التطعيم، وسيكون بالطبع هناك أولويات، ويمكننا أخذ اللقاح إلى منازل الرعاية، فهو يحتاج إلى درجة حرارة الثلاجة العادية. المملكة طلبت 100 مليون جرعة من اللقاح كافية لتطعيم 50 مليون شخص. لقاح تأنى في خطواته منذ أبريل الماضي، درسته المختبرات واختبرته على الآلاف. يهرول مسرعا الآن ليكبح جماح سلالة الفيروس الجديدة، يرجح باحثون. تحور أغلق المملكة في أعياد ميلادها وطوقها برا وجوا وكدس المرضى على أسرتها الطبية. وأمس جاء بأرقام مرعبة في أعداد الضحايا للمرة الأولى، تجاوزت 50,000 مصاب. أما سعره فيقدر رخيصا مقارنة بمنافسيه، حيث تبلغ كلفة جرعته نحو 2.5 يورو. وعن فعاليته ذكر مؤسس الشركة المصنعة لصحيفة ساندي تايمز أن أسترازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100% ضد حالات حرجة من الفيروس. رئيس الحكومة البريطاني هنأ بلاده بلقاح وصفه انتصارا، ولعله فوز حاسم على وباء طال أجله وقصر